فاكرين البنت أو الولد اللي كانوا بيبقوا قاعدين في الصف الأول في الفصل وريحتهم حلوة كده ومستحمين، اللي هو كان بيبقى معاه الأستيكة اللي بريحة ومعاه المقلمة اللي بالمغناطيس، ودايما كان الأستاذ يبقى مهتم بيهم ويسألهم، والغريبة إن في كل مرة كان بيسألهم بيجاوبوا. النهاردة جايين عشان نتكلم على البنت والولد دول.